ديميانة حبيب عمانوئيل. عرفتي مركز أركان منين؟ عرفته من على الفيس، أخويا عرفه وبلغني بيه. طيب إيه الحاجات اللي أنت بتشاركي بيها في المعرض؟ أنا بشارك بلوحات مختلفة، بعمل إعادة تدوير للخامات، حتى الخامات أبسط الخامات اللي موجودة في المطبخ في بيت أي ست زي المكرونة والعدس، يعني أنا مسميها المرأة دي المرأة الكشري، إن فعلا متكونة من كل مكونات الكشري حتى قشر البصل والثوم والصلصة. هل شغلك أو فنك بس بيعتمد على تدوير الحاجات اللي هي موجودة في المنزل ولا في حاجات تانية؟ لا أنا برسم زيت وبعمل نحت على الخشب وبشغل معادن وبعمل حاجات كتير جدا، فنانة تشكيلية شاملة. ايه نظرتك لمستقبل الهاند ميد بالذات في مصر والفنانين اسكندريه؟ بمعرض اركان مستقبل احسن ان شاء الله. ايه طموحاتك او ايه خيالك؟ نفسي المعارض بتاعتنا تتعمل في بلاد بره كمان، مش بس تقتصر على اسكندريه، نفسي الناس تهتم بالفن اكتر من كده. طيب كويس، طبعا انت شايفه مركز اركان بيهتم بالفنانين وبالذات فنانين اسكندريه في مختلف المجالات وبالاخص صناع الهاند ميد، تمام؟ ايه اللي ينقص مركز اركان ان يقدر يعمله لفنانين بحيث ان هو يجتذب فنانين اكتر وناس اكتر؟ لا الصراحه معرض اركان قايم باللي عليه وزياده، العارضين اللي انا اتكلمت معاهم كلهم مبسوطين وفرحانين بالنشاط اللي بيعمله اركان اللي هو تقريبا شبه مجاني. طيب عامه مركز اركان كمان عامل ويب سايت لكل صناع الهاند ميد اللي بيها، الويب سايت دوت زي سوق اونلاين بيسمح للفنانين ان هم يعرضوا منتجاتهم باسعار برضو كويسه قوي سواء للناس في مصر او مستوى العالم، ايه رايك في الفكره دي؟ طبعا دي فرصه كبيره جدا جدا للشباب، مش متاحه لاي حد. هي فرصه للفنانين وللشباب عموما بس للفنانين بالاخص. طبعا فنانين اسكندريه بالاخص. تمام ماشي، شكرا ليكي وشكرا انك انت جيتي لنا معرض اركان. اتشرف باسم حضرتك. ماجده محمد. اهلا وسهلا بك، عرفتي مركز اركان من فين؟ والله هو كان بالصدفة طبعا، احنا مرين من هنا وعدينا وتعرفنا عليهم ويعني الحمد لله. ممكن تكلمينا نبذة صغيرة عن شغلك؟ والله كله هاند ميد بس مش في حاجة معينة، اي حاجة بتعجبني مثلا او بحاول ان انا يعني اشتغل فيها طلعت معايا كويسة ببدأ اشتغل فيها على طول. بس خامات مختلفة يعني؟ خامات مختلفة. ايه رأيك في مستقبل هاند ميد في اسكندرية؟ والله هو الشغل كله على المستوى العام كويس جدا وبيبشر بمستقبل كويس يعني، واتفتحت مجالات كثيره للتسويق. ايه رايك في اليوم النهارده؟ جميل جدا بصراحه، وتنظيم وبصراحه مجهود مبذول جامد جدا يعني. ميرسي، شكرا لحضرتك. اتشرف باسم حضرتك. رفايده حسن محمد. عرفتي معرض اركان من فين؟ كنا عاملين معرض في الشباب والرياضة وجات مجموعة من اللي هما الستاف بتاع أستاذ نادر ودونا فكرة وابتدينا بقى نحجز، بس ده طبعا مش أول معرض ليا هنا، بقى لي مدة بشترك معاهم برضه. ممكن تدينا نبذة عن شغل حضرتك؟ حضرتك ده بشاكير وبشتغل عليها كوريشيه فليه بالاشكال بقى اللي انت عايزاها يعني، وفي برضو عقاد هنا اكسسوارات، في كوفيات، كل حاجه كوريشيه بعملها. ايه رايك في مستقبل الهاند ميد في مصر؟ والله هو في تطور يعني، وبعدين بيزيد والناس بتعرفنا اكتر نتيجه المعارض، لكن تعملي هاند ميد وانت قاعده في البيت محدش هيعرفك. ايه رايك في اليوم النهارده؟ جميل والله، يعني احنا هنا من بدري من الساعه 10 شايفين استاذ نادر والاستاف كلهم، يعني احنا حتى استغربنا ان استاذ نادر جاي من الساعه 10 ويمكن قبل مننا كمان، مهتمين بصراحه بكل حاجه حتى بالامن، وانت داخله في تفتيش كويس، مش بيقولوا مثلا ناس عارضين وعارفينهم، لا في تفتيش وفيهم تبع للمعرض، يعني كل شويه يعدوا علينا. في امان. في امان. شكرا يا فندم. ميرسي.